تسكتي فيهم بعد تقول لي معك الحلفي في الحلفي في السمع السابق في التقليد والحقيق فيه العصر محكم بالكريستال فيه نقطة جوهر وشرق هذه ونزيرة بالحضور. برحب بقناة بي بي سي في جناح معرض جمعية الكرامة لتنشيط المرأة والدفاع عنها. كما ترون اليوم تشرفنا كثيرا لزيارة السيدة وزيرة الثقافة والفنون إلى ولاية الجلفة، نورتنا وأشرفتنا كثيرا في زيارتها الثقافية هذه، ونتمنى أيضا للفنون الثقافية أن يصل إلى حد أقصى إلى الأسر ويذهب بعيدا إلى حد أقصى وأن يتواصل كثيرا ما بين الأجيال الصاعدة. أسكاز أمكاز السلام عليكم. خير عبد الحميد الحلفي في الصناعة التقليدية، جمعية القدس البابلوس القشمية، تراث ثانها معروف وطنيا ومعروف عالميا. شرفنا موزب ثقافة هذا رانا نعرفوا فيها، وطلبنا إعانة لأن رانا حوجنا الولائي وكل السلطات المحلية. نحن اليوم في هذه الزيارة التفقدية على مجموعة من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميني الذي خص به السيد رئيس الجمهورية هذه الولاية. أهم هذه المشاريع، أولا عندنا مشروع لإعادة تأهيل وتجهيز دار الثقافة هنا بالجلفة بغلاف ما يقدر 80 مليون دينار. هناك أيضا مشروع ترميم ثلاثة مساجد عتيقة بالجلفة، إضافة إلى مشروع تحويل المتحف إلى مركز تفتيري يختص في دراسة وفي تثمين التقاليد والمعارف المرتبطة بالثقافة وبالتراث النيلي المنطقة. هذه الإقامة الداخلية أيضا ستسمح باستقبال طلبة من الولاية والبلديات بعيدة عن مقر الولاية، وأكيد الطابع الثقافي الغني للولاية وهي ملحقة المركز الوطني للبحوث في ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ سان قياش. وهذا الدرع العلمي سيطلع بمهمة تحضير الملفات ملفات التصنيف الوطني والدولي للموروث الثقافي المادي. قررنا هذه السنة أيضا أنه يكون مسرح الجلفة هو الذي يمثل الجزائر في المهرجان الدولي للربيع المسرحي بروسيا، وسيحتضن ذات المسرح أيضا لقاء وطني حول المسرح الورشات.